فرحة وزغريط في منزل إمام عبد العلي عبد الحي التاسع على الثانوية العامة الأزهرية بمحافظة، هي التاسع على مستوى الجمهورية، ولكن هي من موجودة من قرية الهوانية تابعة لمركز ومدينة رصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية. فرحة غامرة طبعا في منزل إمام علي عبد الحي. مبروك يا إمام، التاسع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الأزهرية. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، يعني بفضل ربنا، وبجد أنا يعني فضل ربنا وكرمه ووقفت اهلي جنبي، هم تعبوا معايا جدا واستحملوا كتير، والله واستحملوا تعبي والتوتر اللي انا فيه. يعني ماما ما كانتش بتسيبني خالص، كانت معايا دايما، وبابا برضو وفر لي كل حاجه. دموع الفرحه والتعب وجهد، باين عليك التعب وجهد السنين، يعني تعبوا معايا قوي والله. ما تعبتش والله. لا لا، تعبوا معايا واستعملوني، والله العظيم وفروا لي كل حاجه. بابا ما كانش معايا ولي ضغط عليا ابدا. ما تعيطش، خدي راحتك. الف مبروك. وطبعا اختي، وطبعا دايما بسالها وبتقف جنبي، واخواتي كلهم اصلا جنبي، واساتذتي دول طبعا هم يعني بجد مش عارفه اشكرهم ازاي، هم وقفوا معايا جدا واستحملوني برضو، واستحملوا يعني كل اسئلتي، وبجد انا احب اشكرهم قوي، اهلي واساتذتي جدا، ربنا يخليهم لي. انتوا كلكم في العيله هنا بتخشوا في ثانويه ازهريه، ولا يعني انت بس اللي دخلتي ثانويه ازهريه؟ لا، احنا كان معظمنا في ازهر. اولاد عمها. معظم اولاد عمي ازهر. كم ماده عندكم في الثانويه الازهريه؟ يعني حوالي في حدود ال 18 او اكتر ماده، 18 ماده هم. 18 ماده، وقت كتير جدا في الامتحان ومجهود كبير جدا. كان الثانويه العامه 7 مواد، وكان بيحصل عليهم ضغط كتير جدا. انت كان 18 ماده كنت بتتعاملي فيهم ازاي؟ 18 ماده يعني متعوده، انا متعوده من اولى ثانوي انا عندي مواد كتير، فيعني دي حاجه عاديه اتعودت عليها، على حكايه المواد الكتير. ممكن هو ضغط الثالثه ثانوي بس هي اللي صعبه شويه، توتر وحاجه، هي ضغط الثالثه ثانوي، لكن حكايه المواد فدي انا حاجه متعوده عليها. يعني كنت بتذاكر ازاي؟ بتقضي يومك ازاي؟ يعني بتصحى الساعه كام؟ بتذاكر كام ساعه؟ بصحى اروح يعني مثلا ابدا اذاكر الحاجه اللي انا اخدتها في المعهد او كده، بذاكرها في وقتها في نفس اليوم، وممكن ارتاح شويه وبعدين ارجع اذاكر تاني. بس كان اخر السنه بجد انا كنت بقعد اذاكر طول اليوم، انا يعني ما كنتش بقى، انا كنت شعب ادبي طبعا. يعني انا كنت بصحى من النوم ابدا اذاكر لحد اخر اليوم، ما كنتش بقى، مش كنت بطلع من البيت خالص. ما بتصيفيش مثلا؟ ما بتخرجيش؟ ما كيش صحاب؟ يعني كان في الاجازات بقى يعني وكده، يعني خرجنا، يعني هو كان دايما بيقولوا عايزين نخرج بقى عشان نخرجها من الضغط ده شويه. بعد الامتحانات الحمد لله خرجوني والله. كنت متوقع المركز التاسع ولا كنت متوقع ايه؟ لا، انا كنت بدعي ان انا اجيب مركز زي اختي، زي ما جابت مركز التالت على المحافظه، فكنت عايزه اجيب مركز زيها، يعني مركز على المحافظه، لكن ما توقعتش خالص مركز على الجمهوريه. عايزه تدخلي كليه ايه بقى يا مان؟ انا نفسي ادخل كليه اعلام. نفسك تبقي اعلاميه يعني؟ اشتغل معايا فلوس السنه. والله بجد يعني انا دخلت ادبي عشان كنت عايزه ادخل اعلام. فانت ان شاء الله تخش اعلام يعني. ليه؟ مرحب بيكي في فلوس السنه. مرحب بعد ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب. ورسالتك للمقبلين على الثانويه العامه بقى بضغوطها عادي، السنه زي اي سنه، ان مش عايز مش يضغطوا على نفسهم، اهم حاجه والله، لان بجد اللي بيتعب بيلاقي، وربنا معاه دايما. ويعني انا تعبت، وكنت واثقه في كرم ربنا، ومتاكده ان هو مش هيضيع لي تعب، فانت هو توكل على الله، وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. الوالد بقى الاستاذ علي عبد الحي، كلمنا انت بقى ازاي بقى عشت اجواء التوتر الثانويه العامه معاها في بدايه. الله يبارك في حضرتك. هي عامه ايمان من الناس المريحه كطالبه، ما كنتش بقول لها ذاكر، لكن هي اللي كانت يعني كان هدوءها بيأثر علينا، لان احنا هاديين برضه، لكن انا ما كنتش بضغط عليها في اي حاجه، وكان هي عارفه بتذاكر ازاي ما تذاكرش ازاي، ما بطلبش من، بالعكس اقول لها امي مثلا ريح كفايه كده، لو مش يعني كفايه ما تتعبيش. و ضغط المواد كنت حاسس عليها الضغط فعلا، المواد طويلة
في خلاف الثانويه العامه، يعني بادئين امتحانات قبل الثانويه العامه، بادئين حوالي اسبوعين خلصوا بعدهم، وكان ثلاث مواد يمكن احيانا في اليوم يعني. لا كان ضغط والكلام كله كان على الثانويه العامه مش على الثانويه الازهريه، لكن هم كانوا فعلا مضغوطين، وهي كان يعني كل الخوف ان هي كان ما توصلش في ماده مثلا. المشكله انها تبقى تقدير او انها تكون مركز، لا المشكله انها ممكن تتعب في ماده فما تروحش، فده كان الخوف. انت كان نفسك تطلع انا ولا هي؟ ايمان يعني كان طموحك بالنسبه لايمان كترتيبات يعني؟ لا في الترتيبات النجاح يعني؟ لا لا اطلع تخرج تكون ايه يعني؟ لا هي بحريتها، هي عليها في اي حاجه. هو قال لي في البدايه خالص، قال لي انت تختاري يعني. طب انت ليه اخترتي ادبي بقى؟ ما هو انا مش كنت فارق معايا، بس انا ما بحبش المواد اللي هي الرياضه شويه والكلام ده، فمش شاطر يعني، مش بحبه قوي. اعلام بدا امتى بقى؟ مش عارفه، انا دخلت سنه وكنت حابه اعلام قوي يعني. انا اصلا بحب اتفرج على التلفزيون كتير، وبحب يعني يعني كان يعني لما بتفرج على منى الشاذلي والناس دي بجد انا بحبهم قوي. منى الشاذلي شرط عيكي بقى انا رب. مبروك بقى يا بنتي، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب، نورتنا. فرحه كانت عامله ازاي بقى؟ والله فرحه، لا والله احنا صراحه يعني فرحه كبيره، يا رب كل الناس تفرح الفرحه دي، احلى حاجه فرحه النجاح والله الحمد لله. والله انا يعتبر معاها طول اليوم الحمد لله، يعني كل حاجه ممنوع ايمان اي حاجه، الاكل كله يعني انا موفره لها الحمد لله. مش مساعدك في المطبخ خالص؟ لا 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 ممنوع، هم لا 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 كلهم، ما فيش اي حاجه الا ايمان لازم ايمان تشوف مذاكرتها، لازم ايمان تشوف مذاكرتها حتى في رمضان في العزاء. لا خالص خالص، لا خالص خالص، لا خالص، لازم انا اوفرها كل حاجه الحمد لله. والله كان نفسك ايمان تطلع تكون ايه يعني؟ والله العظيم الحمد لله يعني، انا هي كده عدت يعني الحمد لله، انا من الفرحه مش عارفه اتكلم والله الحمد لله. ربنا رب يسهل. انا كان نفسي والله، انا كنت عماله يا رب تبقى زي منار وتجيب مركز زي منار. دي يعني التكلمين عن ولادي. منار عندي منار ألسن ثالثه ان شاء الله، ومحمد علي ثانيه اعدادي، ازهري برضو وايمان، والحمد لله كلهم هنا عندنا كلهم ازهريين، والفضل اولا واخيرا ربنا يبارك فيه ويشفيه الحاج حسين يا رب، هو اللي اول واحد دخل الازهر، هو فاحنا كلنا يعني سبحان الله دخل كل وراه نفس الكليه. يا فندم نعمها تعرفي كلنا بقى، انت محمد حسين عبد الحي المحامي ابن عم ايمان. طبيعته صراحه هو كل يعني كل عمال يقول انا ما كنتش متوقع، حتى ايمان نفسها بتقول انا ما كنتش متوقع ان انا اجيب المركز دوت، بس انا الوحيد اللي كنت متوقع ان ايمان ممكن تجيب اعلى من كده كمان. ثالثه اعدادي هو بيقول لي اصلا انا كنت متوقع ان ايمان ممكن تجيب اعلى من كده بكتير، يعني انا كنت متوقع ان ممكن تجيب تاني على الجمهوريه، الاول على الجمهوريه كمان. من كتر ما انا شايفها ملتزمه ويعني مواظبه على دروسها، وعمري ما شفتها بتلعب في الشارع مثلا، او شفتها مثلا ان هي يعني على طول دروس مبدع النجوم. يمكن نذكر مشيرة زوليوم السابع ان من هنا سارة سمير البطلة الاولمبية، محمد عندنا مواهب كتير جدا الحمد لله بفضل رب العالمين، الناس هنا محمد فتحي لاعب الاسماعيلي وبيراميدز، يعني انا شايف ان في اكتر من حد، مين تاني فكر يعني. انا عارف ان سارة البيت لازق في البيت يعني، عندنا هنا الهوانية يعني بلد ولادت قيادات، ولادت يعني ناس يعني تقال كويسين شايفين مصالحهم، ايمان يعني نموذج يعني مشرف للحاجات زي كده يعني. فانا كنت متوقع الحمد لله رب العالمين، احنا كلنا فرحانين هنا، ويعني يعني بفضل الله يعني ايمان رفعت راسنا كلنا الحمد لله. الف مبروك يا ايمان بقى، ولنا بقى يعني انت ان شاء الله ناويه تعملي الفتره الجايه بقى. انا يعني ان شاء الله لو انا بص انا نفسي قوي في منحه، يعني نفسي قوي في منحه الجامعه البريطانيه بجد يعني، يعني ابقى كده خلاص ما بقتش عايزه حاجه تاني. ما هو اعلام اعلام في منحه في كليه اعلام في الكليه البريطانيه بجد يعني نفسي قوي فيها. طلعت الخبر ازاي بقى؟ استاذي هو اللي اتصل عليا وبلغني، انا كنت قاعده على اعصابي، استاذ اسامه درس اللغه العربيه عشان بلغكم بالنتيجه، احنا وناس عرفنا كان رقم المسجل كان بيقول غير صحيح، فان احنا برضو
بلغنا كل الاوامر. هو استاذ اسامه، استاذ اسامه مدرس اللغه العربيه بتاعي، هو بلغني اول واحد، وبجد يعني انا كنت انا ما قدرتش اتكلم، انا بجد انا نبت التليفون وكنت اغمى علي يعني، وقعت على الارض كده، وماما هي اللي فضلت تكلمه بجد يعني، فضلت اعيط يعني نص ساعه. حافظه القران بقى يعني؟ كشاف طلبه الازهر دايما بيكون حافظين قران يعني؟ الحمد لله حافظه. هو انا اكتر كنت اكتر ماده اصلا متوتره منها القران وخايفه منه، بس الحمد لله يعني الحمد لله حليت كويس قوي في الامتحان. هو كان امتحان كان سهل جدا يعني، الحمد لله عدى على خير. ايه الفرق بين امتحان الثانويه العامه والازهريه؟ انا يعني انا بالنسبه لي امتحانات الازهر يعني بالنسبه للنظام اللي هم فيه دلوقتي كالعام، فهم ربنا معاهم طبعا، هو نظامهم صعب شويه، بس يعني احنا برضو مضغوطين قوي كازهر يعني المواد، وكمان محدش بيهتم بينا كازهريه اكتر يعني، الضوء كله على العام، محدش على الازهر خالص. فيعني هم احنا كازهريه محتاجين حد برضو اللي يهتم بينا ويدعمنا كده زي العام. الف مبروك يا مان، بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. ده كان لقائنا مع ايمان علي عبد الحي الحاصله على التاسع ادبي في الثانويه العامه بمحافظه الاسماعيليه، التاسع على مستوى الجمهوريه. ايمان جامعه الازهر هنا، احنا عندنا في البيت هنا ما شاء الله يعني ايه شريعه وقانون انجليزي ازهر، ولاد عمها دول على فكره كلهم اميره لغه عربيه، داخله الثانويه بس دي الوحيده اللي دخلت عامه، ايه داخله الثانويه عامه. الاستاذ محمد حسين برضو شريعه ازهري، ولاد عمها في محمد برضو ترجمه السن، وابراهيم برضو السن، كلهم هنا ما شاء الله كلهم، حتى هي بتحتذي برضو حظ ولاد عمها، والنتائج ما شاء الله يعني، يمكن في الثانويه العامه صعب انها ممكن تعمل النتيجه دي، وهي تستاهل لانها كانت حاسه ان هي عندها المسؤوليه انها تذاكر. يعني واحده عندها مسؤوليه انها تذاكر، وده بقول للطلبه ان هم ما تخليش حد يقول لك ذاكر، انت شوف انت عايز تبقى ايه، وشوف انت عايز تعمل ايه، وشيل مسؤوليتك بنفسك ونجاحك لنفسك، احنا ما بناخدش منك حاجه، نجاحك لنفسك واللي تعمله هتلاقيه قدامك وفي مصيرك وفي مستقبلك واي مكان، سواء في العام او في الازهري او في الف مبروك. بشكر حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون مصر في كل مكان. ده كان لقائنا مع ايمان علي عبد الحي حاصل على مركز التاسع في قس شعبة الادبي بالثانويه العامه الازهريه، زي ما وعدتكم اليوم السابع طبعا، ونقل الصوره من كل بيوت المصريه النهارده واوائل الثانويه الازهريه. بشكر حضراتكم في كل مكان، كان معكم السيد فلاح مدير مكتب اليوم السابع بالاسماعيليه. الله ينور السيد بيه.